كريم يا نعم الفرج يا ربي يا كريم يا نعم الفرج يا حي لا تنام لا فوق نراجي دخلت عليك بنبي صاحبه المعراج وصحابه كفار مثل انتاجي هب حبيبك ملكني وسكلي المعراج هب حبيبك ملكني وسقلي المهج وضعي سقي من عون ورغناجي أحب حبيبك ملكني وسقلي المهج وضحك تسقيه من عوان ورغل النجيك فجيك فجيك فجيه مو فجي يا ربي مو عبادك فاك
chega, diga. باسم ربي وصلاة النبي على نبينا العدناني طاهر في الوجه زماني نبي محمد صلوا عليه يا منكم حنظر وضيا راوي وسمع للحديث وفهم علواني لعلك لك فطانك نيس كلامي وراث المال للمعاني وسط الخمر كان راجل معامر ذو في الدنيا عشرانك أبعين طريق الشيطانك لا صلاة لا زكاة له وملايين مع المنك يلي عنده ذرية حلال فيها فرحانك يدفعها للقرآن اللي قرأ ولده يسمع لي مولانا الغفر قلوب الحما وعاد هو دخلانك العظم هو البراني ما في حالتهم ما نعيد ليكم يا الله الراجل مجيف من رقبته بتعبانك خرج له لسانك اسم لسانه في كل وقت يقدر يا الله وفال مني والاجل بعد ما توب ثنينك فعال عند الرحمن المكتوب سناهم عنده ساعة القبر يا اللي عنده ذرية حلال بيها فرحانك يدفع حال القرآن اللي قرى ولده يسمع ليه مولانا الغفر ماتوا هذوك الناس يا الفاهم علوانك خلاو صبي عرياني تعهد وراجل كبروا عنده في الدار دفعوا للجامع يقرا مع جميع صبيانك نحكي راجل رباني نوعمالوا لله ولا نوق بيه افتخار كمل عليه الله بيه حفظ القرآن شرحوا في كل معاني عطالب من التوهات فات العلماء الكبار تفكروا رب العالمين جاب جاه القرآن لبسوا كسواك التاني رفعوه حبابه مثل العريس حتى وصل للقبار يلي عنده ذرية حلال بها فرحانك يدفعها للقرآن يلي قرى ولده يسمع لي مولانا الغفار ثم نادت حورية وقالت لي يا بني
انت بعقلك مزياني وين يماك مع باباك وري لي هذا الخبر يماك في شر الحال باباك في شر محاني ساكنين غروف النيراني واش من راحها غير الوالدين زهوال الخاطر باقي هو متحير دمعته ملياني عطلك الطوفاني القليب يرفرف مثل الحمام من شدة الخبر ضم وجهه وعطى بالراس بعد صهد النيراني النار تهرب بالعاني كيصيب جهنم فيها مخازن النار كيضرب جهنم بدوك القضباني يا يحرقي عدياني عدايا وعدا الله العزيز الجبار قالوا سلام عليك يا خزين النيراني يا وكيد العصياني قالوا مرحبا بيك وعليك السلام يا اللي عنده ذرية حلال بيها فرحاني يدفعها للقراني اللي قرأ ولده يسمح ليه مولان الغفار قالوا يماك شوية باباك في شر المحاني من خلق لك الليزاني من دارك في هات الباب ما تحن على السلام ارفع عليهم الطبقة في مسيرة عاميني وقيل 50 سنيني كيصيب هذوك الناس كل واحد كي يفهم يصيب يماه مع باباه كمثيل السيواني ولكناوي حرقاني قال له ما همش والدي في هذا القوم هذا الناس راني نشوفهم ما ولدوني نظرتهم بعياني ما فيهم ابي ولا ميمتيك ولا العمام قالوا كنت نعرف بابا زمان راجل رباني اما اوقد مزياني شاشية حمرا فوق راسو ما تزول ديما تعمام ويما فيها زين كثير اذا نجمعوا النزواني في فرح ولا في حزاني زينها فايق كل الزين سلموا ليها الريام يا اللي عنده ذرية حلال بها فرحاني يدفعها للقراني اللي قرا ولده يسمع عليه مولانا الغفار نادته يمه قال يا بني نهار كنت في بطني بيك نفرح ونغنيك نحسب في الايام منين جاني حر الوجع اللي سابق باني كان نوح بعياني منين قالوا لي صابي فرحت
ودرت بيك علم، قلت يخرج لي عالم في الدنيا يا رحمانك في الآخرة يشاركني، ولا يخرج طالب في الآخرة بين سطرهم. أنا نحتاجك كل يوم آه يا قرة عيني، كان ربي يرحمني بجاه قرانك عند الله نسلقه من هذا الهم. يا اللي عنده ذرية حلال فرحانك يدفعها للقرآن، اللي قرى ولده يسمع ليه مولانا الغفار. قوام تعير دمعة ملياني بايضاك الطوفان، غير يبكي ويقول العفو يا مولانا السلام. قال له يا بالصبي بجاه حق القرآن، خرج واحد لا ثاني راه باقي لاخر يا صبي يصبر للعذاب. قال هاي الله يموي مثيك يا حنيني، الله يا زهو عيانك ربي يسمح لك تتفكي من هذا الهم. قلت له لنا يا ولدي روح لبابك سرعاني، كبرك بالاحزانك كان جعت ما يتهناك وانا في الهم. يلي عنده درية حلال بيها فرحاني يدفعها للقرآن، اللي قرا ولدو يسمع ليه مولانا الغفار. يا اللي عنده درية حلال بيها فرحاني يدفعها للقرآن. راح عنده في الحين وقال له يا قرة عيني يا حنيني سلطانك، ربنا اسمح لك والله الجنات تنعم. قال له يا بني روح لأمك، أمك سرعانك صبر الوعد الرحمنك، ياك احنا معلومين بالصبر من بكري لليوم. يا المولى دخلت عليك بغيت توفي مضمونك، بغيت يما وحنينك بجاه القرآن وبجاه من قراه ومن كان إمام. قالوا يا ذاك الصبي بجاه حق القرآن روح ديهم بثنينك، هذا الشي قليل في حقه القرآن العظيم. يا حافظين المشموم حبكم راه فناني، راهم ولادي صبياني جاء القرآن من عند الله تفتحوا لينا البوابة. خدمت ظل قصيدة باسم الكريم كريم الغاني، صلاة عن ضي عياني بو عسرية يمدح فيكم ليل ونهار. يا اللي عنده يدفعها للقرآن، ياللي عنده ذرية حلال بها فرحانك يتبعها للقرآنك، اللي قرا ولدو يسمح ليه مولانا الغفار، اللي قرا ولدو يسمح ليه مولانا الغفار، الفاحش يسمى ذنب، الفاحش يسمى ذنب، مذموم بين العباد ما يزوى درهم من يبعث صيل فرحي.
من يبعث زين الرحيم إيهم الوالدين منهم ما يحجم يا عاصي دوب العظيم العاصي والدي لا بد يندم يا عاصي دوب العظيم يا عاصي دوب العظيم يا عاصي كف المعاصي تتهنى بعد من ساعه الشروق ضيع الوالدين تدخل الجنه تشهد غايب القصور العاصي والديه ما هو شي منا ما يشاهد في حياه نور العاق طراه في الجحيم العاق طراه في الجحيم قلي لازم ذو المولى يعلم هذاك جزاه في اللئيم هذاك جزاه في اللئيم من يعصي والديه في النار من الجن يا عاصي ذوب العظيم العاصي والدي لابد يندم يا عاصي ذوب العظيم يا عاصي والديك ما زبت تجيب ما خصب الأرض والسماء كما قال الله في علم التفسير هذه قصة معظمة كان صحابي من رجال أهل التدبير يسمى شجيع علقمة بعد الصحابة حاسقين بعد الصحابة حاسقين مرض مرض الممات منها ما يسلم عند الممات يا نبي عند الممات يا نبي خرص لسنوع للشهادة وتوهم يا عاصي ذوب العظيم يا عاصي ذوب العظيم يا عاصي ذوب العظيم قد ما طال في العلاج مهموم وحيران سكرت الموت حاسته جاو يزوروه صحابه يا فدان صابوه في حال غمته عد ما يقضوه هادو كل فرسان خرس لسليه شفته بالعزم يضر ضرني بالعزم يضر ضرني انك صعب عليه ما قدر يتكلم هذا من صنعة الكريم إنشاء يخرق يبني ويهد يا عاصي ذوب العظيم العاصي والدي لابد يندم يا عاصي ذوب العظيم يا عاصي ذوب العظيم انظر في حكم حكام خضرة المولى في مقدر على العبيد في مقدر على العبيد
حين شافوا حالته في ديك الحالة صحاب الهاشمي رشيد صحاب الهاشمي رشيد علموا بيه البشر إمام الرسل قرب ليهم من البعيد قرب ليهم من البعيد بدركهم راح من اليدين بدركهم راح من اليدين قالوا هم الرسول سيد بن هاشم اللي خبرني على الزعيم عندو شي والدينا في المتوهب يا عاصي دوب العظيم العاصي والديه لابد يندم يا عاصي دوب العظيم يا عاصي دوب العظيم الجواب من بعد ما فهموا قالوا يا فارس العقاب قالوا يا فارس العقاب قالوا لو بوه مات بقات غير امو هي الملازم وسباب هي الملازم وسباب أتوا بيها باش نخبر عن علمه انطق بالحق والصواب انطق بالحق والصواب أتت في الحين للحليم أتت في الحين للحليم كل ما زيد فاطمة زين المبسم قالت لبيك يا كريم يا طب الساق مين زيد ولاد هاشم يا عاصي دوب العظيم العاصي والديه لابد يندم يا عاصي دوب العظيم يا عاصي دوب العظيم انتقليها الرسول قال لها كلمة ولدك مشكور نصدقو اش عملوا معاك يا هذا الامر قرص الزنو منثقو قالت ولدي محسنو عرضو فهمك لكن لسباب تلحقو يفضل زوجتو عنها عليا امك اني موحال نصدقو المخبار يا فيه قال المختار يا بي أثينا بالحطب كان انت تفهم نحرق علقم العقيمة من فضل زوجته على أمه الظالم يا عاصي دوب العظيم يا عاصي دوب العظيم يا عاصي دوب العظيم حين سمعت ام العقمة هذه الكلمة قالت ولودي تغيروه هذه ما تنحمل يا زيد الأمة قرت عيني تعذبوه ثمرت قلبي ومني قلي يا يما اعفو عنه وسامحوه قال نقمت العدا هذه كلمة تسمحي له ولا نحرقوه هذه صيرات مستقيم هذه صيرات مستقيم ما
مرضاك يجوزوا في الجنة يتنعم. قالت أمه يا عليم أنا سمحت له والرحيم هو يرحم. يا عاصي دوب العظيم العاصي وليه لابد يندم. يا عاصي دوب العظيم العاصي وليه لابد يندم. يا عاصي دوب العظيم سمحت الولا سمحت الوليدة خافت من النار لا تلهب فيه تنفذوا خف لسان بن بي أمك بجهار. الله ورسول مشاهدوا عندما قال لا إله إلا الله الستار طرب اللي سخاب الوقصدوا شرد شيطان الرجيم شرد الشيطان الرجيم ذهب أرض الخلب قام تعدم نازم الكافر الذميم فرق شملو حبيب الحي الدايم. يا عاصي ثوب العظيم العاصي وليه لابد يندم. يا عاصي ثوب العظيم العاصي وليه لابد يندم. يا عاصي ثوب العظيم يا عاصي ثوب العظيم. عرش الديان رفع الملك في السماء سبحان الله
إلهي في الوجود حنان ومنان مولا خلق يفعل ما يشاء جانا ما خلقها نعم العلام خلق فيها جنود عاشوا بالغاية خلق ربي شبيعنا زيد الاكرام سعد اللي يكون بدينه قايم اللهم صلي على النبي صلي وعليه اللهم صلي عليه قلبي باغيها اللهم صلي على النبي صلي وعليه اللهم صلي عليه قلبي باغيها بعد تسمي عزير صغار مبار يا بام قصدنضى مول حكاية على خزواج رات في زمان العدنان فيها تحدث الشباب مع بابا اللهم صلي عليه اللهم صلي عليه قلبي باغيها اللهم صلي على النبي صلي وعليه اللهم صلي عليه قلبي باغيها وزود ذيك العجوز ذيك المرحومة ناروها في الكتاب عادت مرجومة وري لي صعاب مولاي محمد صاب واحد اللعين راكب زردية نتقوني بالسلام جمنا يا عم من فني السلام ولد المخزية قال يوم السلام عليكم ما يبقى منين جيتو يا قوم المعمية انتو ما تلفين وانا يا خطار ولا جيتو من البلاد الجاهلية اللهم صلي على النبي صلي وعليه اللهم صلي عليه قلبي باغيها اللهم صلي على النبي صلي وعليه اللهم صلي على النبي باغيها منها نعيد ليكم يا الله ناتيكم الخمر بصات قوية لحم الخنزير زين وطعمه محلاه نتقو سادتنا موالي من نية الخمر ما ولينا قولي زمواليه حنا هما صعاب سيدي محمد انت فين غادي في هذا الوطيان قالي هما شي للنبي ننجر معاه قالوا من بوزة فاتو دعوة احنا هما صحاب مولاي محمد قدم ذاك الشجيع سيدنا عثمان اتقدم لذاك العين سلل وذنيه قالوا هاكي الجفاق ادي الخبار اللي لا جيشو كثير راهو يضرب بيه 90,000 باش جاو المجرمين صعابو منين كانت غير 20 في الوجود 20 شباب كاملة راح الله ما بقى إلا شفيع سيدنا عثمان الله
اللهم صلي على النبي صلي وعليه اللهم صلي عليه قلبي باغيك اللهم صلي على النبي صلي وعليه اللهم صلي عليه قلبي باغيك جبريل من قبال الله مشى للجماعة عند مولاي محمد أرسل الله اليوم تمشي للغزوة دي العلام معاك رسول الله دي العلام معاك مرضي الوالدين دي العلام معاك مفتاح الغزوة بالرحمة للجماعة عباد الله خرجوا للقتال يرحمكم الله اللهم صلي على النبي صلي وعليه اللهم صلي عليه قلبي باغيه اللهم صلي على النبي صلي وعليه اللهم صلي عليه قلبي باغيه ولدي العلا بغيتك تمشي للغزوة قال انا نخاف سيدي رسول الله قال وانا نخاف من داود يما تلقيه يا لالا صحابي كترجاه ولدها باقي صغير مولاه 9 سنين اللي يشوفه يقول هذا من الصمين وليدها العلا باش عمرت الخيمة دوا سيدنا العلا وقال اليما انا هاد الكلام راني ما نقبله صحابة مشى وحتى انا نمشي ريت مقام البخيل من الجنة الحرور ريت مقام السعيد في جنة رضوان اركب بني تزيد في المدينة اركب سيد العلا على جلوي باباه لابس غير الرهيف والجام وقاد ترقى بالعمار فيها زوج ذراع ترقى والسيف من شغل الحداد اركدوا ذاك الشجيع سيدنا عثمان جمع كساتو وحطو برضاه حطو قدام شفيع مولاي محمد بكى رسول الله بكات الصحاب معاه اللي شاهد سيدي محمد فرسان الخيل رجعوا للمدينة هذيك العجوز واقفة وهم العين قالت لازم نسال على ولدي
صديقنا بالله ما شفتي ولديكي. قال لها لا لا ما نفيدك بخبر، ولدك سالي عليه سيدنا عمر صاحب الحق واش ما شفتي ولديكي. قال لها لا لا ما نفيدك بخبر، ولدك سالي عليه سيدنا عثمان سيدنا عثمان واش ما شفتي ولديك. قال لها لا لا ما نفيدك بخبر، ولدك سالي عليه مساوي العباس هذوك ناس الحياق وناس الجاه، انتم الاثنين واش ما شفتو ولديك. قالوا لا 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 ما نفيدك بخبر، ولدك سالي عليه سيدنا بلال بنو رباح واش ما شفتي ولديك، بنو حمامة واش ما شفتي العلاق. قال لا 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 ما نفيدك بخبر، ولدك سالي عليه الحسن والحسين ولاد فاطمة واش ما شفتو ولديك. قالوا لا 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 ما نفيدك بخبر، ولدك سالي عليه سيف الله، ولدك اللي سالي عليه علي سيف الله، ولدك سالي عليه من عم الرسول سيدنا علي واش ما شفتي ولديك. قال لي هلا لا ما نفيدك بخبر، ولدك سالي عليه شافع الاسلام. رسول الله فدني على ولديك، رسول الله راه حرق ليك بدي، رسول الله فدني على ولديك، رسول الله راه حرق ليك بدي، رسول الله فدني على ولديك، رسول الله راه حرق ليك بدي. اللهم صلي على النبي صلي وعليه، اللهم صلي عليه قلبي باغي هب. بيها نوع ربك بيها نوع ربك بيها نوع ربك ما بين زاداتي، بالحب ينجهد بالحب ينجهد وضب الذوقاتي، عاشق مجدد عاشق مجدد وضب الذوقاتي، يا من القدالي يا مول القدرة يا من لالو ثانيك غيروا العوانيك غيروا العوانيك اسقي ولي نقرا، اسقي ولي نقرا. ربي سألتك ربي سألتك يا ملاه الإحسان، فحمد حبيبك وزادت الفرسان، سامح حبيبك سامح حبيبك يوم نوقف عريان، هي تمنيت حفظي الزهرة هي تمنيت يا ملالو ثاني، ديروا الاواني ديروا الاواني ايوا Thank you.
Thank you.